بسم الله. ده نشوف إذا نعمل تايم لاين على برنامج فيزيو، هقول له نيو تايم لاين. ممكن تختار شكل من الأشكال ديت أو تقدر من زيرو لو أنت حابب. طيب أول حاجة هبدأ أعملها إن أنا هقول له أنا عايز أعمل البلوك تايم لاين أهوت. بيقول لك أنت من شهر إيه لشهر إيه، فتقدر تختار الشهر اللي أنت عايزه، وستارت وفينش تقدر تختار الفينش اللي أنت عايزه، وعايزه بالأشهر ولا بالأسبوع ولا بالأشهر. أعمل هيك بالشكل دوت. طيب إحنا النهاردة يوم إيه؟ توداي. حطه في أي مكان، هو يظبط نفسه على المكان اللي إحنا موجودين فيه. طيب بلوك يعني بتبدأ تقسم بقى لمراحل، تبدأ تختار الستارت ديت والإند ديت للمرحلة ديت بالشكل دوت، وتقدر تاخد واحد تاني وتبدأ تحطهم ورا بعض. وفي أي لحظة تقدر تعدل، أول ما تعمل سيلكت هتلاقي هنا تقدر تيجي هنا وتقول له أنا عايز أعدل الشيب ديت داتا، يبدأ يجيبها لك، وتقدر من هنا تعدل اللون بتاعه زي ما أنت حابب، وتقدر تعمل سيلكت وتعدل تسحب، فهو أوتوماتيك يغير لك التاريخ بتاعك.